أنا دوشة غنائية بس منظمة فيها الناس بس مقبولة مش مزعجة. فهمتيني؟ فهمتك. أنا والشارع واحد. هسمعك كمان. المواطن العربي نفسه هو كان سلاحي في موضوعاتي، بيحلم بإيه، بيفرح بإيه، إيه اللي بيحزنه، مين القاسي عليه. لازم بتكوني أنت والشارع واحد، صوتك هو الناس، هو ترجمة ليهم لأحلامهم. بس بيميزك عن الناس أن أنت شايفة أسرع منهم، فهي علاقة حلوة أن كل الشارع وعيون الناس كده تحس أن أنت بتاعهم. مش شرط بقى أبوهم ولا عمهم ولا ابنهم، بس بتاعهم. في الغنى بتقدر تعبر عن نفسك، عن أحزان الناس، عن أفراح الناس. واللي يقدر يعبر عن النقيدين دولة وما بينهما ده إنسان كلنا بنحبه.